الكيان المحتل الآن بحالة شلل وفشل أمني ذريع، والخلافات بين الحكومة والمعارضة تتفاقم ويتم التستر عليها، حيث تنادي المعارضة ورئيس الكيان المحتل بتشكيل حكومة طوارئ لتجاوز ما وصفه بالتسونامي. ونتنياهو وحكومته المتطرفة متمسكين بحكومتهم، وصواريخ المقاومة تمطر المدن الفلسطينية المحتلة. المقاومة تتوغل وتدير اشتباكاتها مع جيش الاحتلال داخل معسكرات ومستوطنات غلاف غزة، والمؤسسة الأمنية الاحتلالية تسجل إخفاقا بعد إخفاق وتحصي عدد قتلاها بالمئات كل بضع ساعات، والعيون المرتجفة ترقب الجبهة الشمالية وهي تدرك أن أصابع قوات حزب الله على الزناد. المقاومة في خنادقهم يستعدون لمواجهة اجتياح بري قد يقترفه العدو خلال ساعات بإسناد من القوات الأمريكية. الحرب طويلة وستتعدد فيها الجبهات، وهذا ما يتجنبه الاحتلال. السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة على منصة بالعربي. تعاقبت الأجيال الفلسطينية في شتى أرجاء الأرض ولم تتخلى يوما عن حلم تحرير فلسطين والعودة إليها. قالت رئيسة وزراء الكيان المحتل: يموت الكبار وينسى الصغار، لكن ما حدث أن جولدا مائير هي التي ماتت، وأن الصغار وبالرغم من كل ما مورس عليهم لكي ينسوا كانوا في كل محطة أشد بأسا وتمسكا بأرضهم التي هجر عنها أجدادهم. عملية طوفان الأقصى. لم يغب سيناريو طوفان الأقصى عن تخمينات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية التي كانت تتنصت وتتجسس على التدريبات والمناورات العلنية التي كان يجريها حزب الله لعناصره بالجنوب اللبناني. وخمنت وأعلنت أن هدف حزب الله من هذه التدريبات التمهيد وتأهيل وحدات الرضوان التابعة لحزب الله باقتحام مدينة الجليل والسيطرة على المستوطنات واحتجاز رهائن فيها. وعلى هذه التخمينات أجرى جيش الاحتلال وبالتعاون مع الوحدات الاستخباراتية تدريبات لجنوده لمواجهة هذا السيناريو على الحدود مع لبنان. هذا السيناريو هو ذاته نفذته المقاومة الفلسطينية التي دخلت غلاف غزة دخول الفاتحين وسيطرت على المستوطنات وأسرت وقتلت واحتجزت رهائن فيها ودمرت مواقع عسكرية لجيش الاحتلال تابع لفرقة غزة وسيطرت على مساحة جغرافية أكبر من مساحة غزة. لم يدر في خلد أجهزة الاستخبارات والمخابرات والشين بيت للحظة واحدة بأن الخطة العسكرية تم التمويه بأنها لمدن الشمال الفلسطيني المحتل وسينفذها حزب الله. نفذتها المقاومة الفلسطينية في غزة في الجنوب. الأمين العام لحزب الله هدد علنا في خطابه الأخير ونجح في جذب الانتباه بأن خطة اقتحام المستوطنات واحتجاز رهائن فيها وجلب أسرى منها هي خطة تخص حزب الله وسيتم تنفيذها بالشمال الفلسطيني المحتل، وحقق الهدف بحرف نظر الأجهزة الاستخبارية الاحتلالية عن تدريبات وتحضيرات المقاومة الفلسطينية التي كانت تجري في قطاع غزة لتنفيذ السيناريو على مستوطنات قطاع غزة. فالاستخبارات الاحتلالية تتعامل مع تهديدات السيد نصر الله بكل جدية، وعلى ذلك توجهت المؤسسة العسكرية الاحتلالية للتدريب على محاكاة حدوث هجوم على مستوطنات الشمال في الجليل، ولم تقم بتدريب تتعامل مع نفس السيناريو من قبل المقاومة الفلسطينية في غلاف غزة. لم تشارك حركة المقاومة الإسلامية حماس في آخر حربين شنها الاحتلال على حركة الجهاد الإسلامي في غزة، وأوهمت استخبارات الاحتلال أنه تم احتوائها بالحوافز الاقتصادية التي كان يذرفها السفير القطري على غزة، وتقصدت الإيحاء بأن اهتماماتها تتوجه نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية. وأخفقت المؤسسة العسكرية الاستخباراتية ولم تتعامل وتأخذ بتهديدات قادة المقاومة الفلسطينية على محمل الجد،
وتمادى العدو بالتدنيس بالقدس والحرم الإبراهيمي، واعتدى على المرابطين والمرابطات، ومنع المصلين من دخول المسجد الأقصى. بالمقابل سمح لغلاة المستوطنين باقتحام الحرم القدسي وإقامة طقوس تلمودية. جاءت ساعة الصفر، وفي تمام السادسة من صباح يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أمطرت المقاومة الفلسطينية المدن الفلسطينية المحتلة 5000 صاروخ، كانت غطاء لخطوة فجائية باغت خلالها الفدائيون بهجوم بري وبحري وجوي على معسكرات ومستوطنات غلاف غزة. وبعد التشويش على رادارات وكاميرات واتصالات الاحتلال، توغلت وحدات المقاومة الفلسطينية في غلاف غزة المحتل، وانقسمت المجموعات المهاجمة على المواقع الاحتلالية التي يبلغ مجموعها 50 مستوطنة تقع ضمن حدود 40 كيلومتر على مشارف غزة. واقتحمت الوحدات المهاجمة 11 جغرافيا بين مستوطنة وكيبوتس ومعسكر إضافة لمعبر إيريس، واشتبكت مع جيش الاحتلال باشتباكات لم تكن دامية بحكم عنصر المفاجأة، بعضها كان من مسافة أمتار ومتر ومترين، ولم تشتبك المجموعات المهاجمة مع أي جهاز عسكري أو أمني احتلالي، لكن الفدائيين نجحوا بهجوم مباغت وكبير ومفاجئ وغير مسبوق من كل النواحي، بل كان تاريخيا. سكتت المقاومة الإسلامية حد الشبهة والتشكيك، وفي أقل من ساعة أسقطت المنظومة العسكرية والأمنية والسياسية وقهرت الجيش الذي لا يقهر. تقدم الفدائيين لمقر قيادة غزة شمال القطاع المتمركز في معسكر ريعين، وسيطر الفدائيون على جغرافيا أكبر من حجم قطاع غزة بأسلحة تقليدية الصنع وطائرات شراعية مصنوعة من محركات المركبات المعطوبة، استخدمت بإنزال جوي، وسجلوا أعلى حصيلة لقتلى وأسرى الاحتلال منذ العام 1948. منذ أن بدأت العملية يخوض أبطال المقاومة الفلسطينية معركة شرسة في مستوطنات غلاف غزة، والمقاومة تدك المستوطنات ومدن الداخل الفلسطيني المحتل بمئات الصواريخ التي وصلت للقدس وتل أبيب والنقب المحتل بمعركة طوفان القدس. الكيان المضطرب قبل هجمة المقاومة اليوم بحالة شلل تام. فعلى الصعيد الاقتصادي سجلت المنشآت والشركات العاملة في الكيان خسائر فادحة، وفرض على وزارة النقل الاحتلالية الإعلان عن شبه توقف خدمات النقل العام في جميع المدن والمناطق وإيقاف خدمات القطار. المؤسسة التعليمية أيضاً أعلنت حكومة الاحتلال عن تعطيل كافة المدارس والجامعات والمعاهد التعليمية في أنحاء الكيان، وأعلنت هيئة الرقابة على البنوك أن عمل المصارف سيتوقف بشكل شبه كامل، وتشهد الفنادق عمليات إلغاء هائلة على الحجوزات. وأغلق مؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب على تراجع 8% وخسارة 26 مليار دولار من قيمته السوقية. كذلك ألغت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى الكيان المحتل. من لبنان، قوات حزب الله ستدخل أرض المعركة بشكل فعلي في حال شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجمات كبيرة وتمادت بقصف غزة. فمنذ صباح اليوم الثاني لعملية طوفان القدس، شن حزب الله عدة هجمات بقذائف الهاون على عدد من المواقع التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبع اللبنانية المحتلة. وأصدر الحزب بيان عقب العملية أن الهجوم يجسد روح المؤازرة والتضامن مع مقاتلي المقاومة الفلسطينية في حربهم ضد العدو الإسرائيلي. في الأردن، انتفض الأردنيون بدعوة من الفعاليات الشبابية والوطنية والإسلامية نصرة للشعب الفلسطيني ودعما لمعركة طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة، وانطلقت وقفات ومسيرات في العاصمة عمان ومحافظات إربد وجرش والزرقاء والعقبة والكرك ومعان وغيرها. من أرض الكنانة مصر، كانت الاستجابة سريعة، حيث قام أحد أفراد الشرطة المعنيين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية بإطلاق نار من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي
على فوج سياحي إسرائيلي بمنطقة مزار عمود الصواري، ما أدى إلى مقتل إسرائيليين اثنين كانا ضمن الفوج ومرشد سياحي مصري. وأصدر الأزهر الشريف بيانا داعما يحيي المقاومة، مماثلا لما جاء في بيان نشرته نقابة الصحفيين المصريين وبعض الهيئات الأهلية الأخرى. وفي لبنان شهدت الساحات الشعبية تفاعلا كبيرا على المستوى الشعبي مع عملية طوفان الأقصى، حيث عمت المدن اللبنانية والمخيمات الفلسطينية مظاهر الفرح والتضامن مع المقاومة الفلسطينية في غزة، ورفعت المساجد في المخيمات التكبيرات، وقام المواطنين بإطلاق الرصاص والمفرقعات النارية ابتهاجا وفرحا، ووزعت الحلوى في الشوارع. وفي سوريا شهدت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين مسيرات حاشدة، وزع خلالها الأهالي الحلوى احتفاء بالنصر، وخرج أهالي مخيمات العائدين في حمص وحماة وسط سوريا والنيرب وحندار بمدينة حلب عقب صلاة العشاء، معبرين عن فرحتهم بالعملية النوعية. وفي العراق شهدت بلاد الرافدين احتفالات واسعة في معظم مدنها وقراها، حيث قام العراقيين بذبح الأضاحي في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد دعما ومؤازرة للمقاومة الفلسطينية، علاوة على ما شهدته بعض المناطق في مسيرات لفصائل شيعية. وفي موريتانيا والبحرين نظمت الفعاليات الشعبية والسياسية والمدنية في العاصمة الموريتانية نواكشوط وعلى العاصمة المنامة مسيرات وفعاليات جسدت خلالها دعوات التأييد والمساندة لعملية طوفان الأقصى. ووصف المشاركون في التظاهرات العملية بالتاريخية والبطولية، وطالبوا بإسناد المقاومة ودعمها ماديا ومعنويا، ونددوا بمسار التطبيع وطالبوا بالتراجع عنه. الكيان المحتل الآن بحالة شلل وفشل أمني ذريع، والخلافات بين الحكومة والمعارضة تتفاقم ويتم التستر عليها، حيث تنادي المعارضة ورئيس الكيان المحتل بتشكيل حكومة طوارئ لتجاوز ما وصفه بالتسونامي. ونتنياهو وحكومته المتطرفة متمسكين بحكومتهم، وصواريخ المقاومة تمطر المدن الفلسطينية المحتلة. المقاومة تتوغل وتدير اشتباكاتها مع جيش الاحتلال داخل معسكرات ومستوطنات غلاف غزة، والمؤسسة الأمنية الاحتلالية تسجل إخفاقا بعد إخفاق وتحصي عدد قتلاها بالمئات كل بضع ساعات. والعيون المرتجفة ترقب الجبهة الشمالية وهي تدرك أن أصابع قوات حزب الله على الزناد. المقاومة في خنادقهم يستعدون لمواجهة اجتياح بري قد يقترفه العدو خلال ساعات بإسناد من القوات الأمريكية. الحرب طويلة وستتعدد فيها الجبهات، وهذا ما يتجنبه الاحتلال. عاشت المقاومة وعاشت فلسطين حرة عربية.